بعد حوادث المستشفيات المروعة في مستشفى ابن الخطيب والحسين، أعلنت صحة ديالى عن إيقاف العمل بالمستشفيات الكرفانية في عموم المحافظة، وتحويل كوادرها ومرضاها للدوائر الصحية الأخرى للحفاظ على سلامة مواطنيها. طبعا غلق مستشفى الشفاء داخل مستشفى عام بعقوبه، المستشفى الكرفاني الموجود، ونقل كل المصابين اللي بيها الى مستشفى عام بعقوبه، وتمت المباشره بهذه الاجراءات. اثنين، عدم استخدام المستشفيات الكرفانيه داخل الاقضيه في بني سعد ومندلي وبلد رود. ثلاثه، تم التنسيق مع مديريه الدفاع المدني لتهيئه سيارات اطفاء تكون قريبه على المستشفيات. طبعا هذه الاجراءات قامت بها دائره الصحه ديالها اجراءات احترازيه لسلامه مواطنيها داخل المحافظة. فيما طالب أهالي ديالى بإنهاء ملف المستشفى الاسترالي المتوقف منذ أكثر من 10 سنوات، لتجنب هكذا حوادث قد تصيب المحافظة التي عانت الكثير من المصائب والويلات. نحن في محافظة ديالى نطالب رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بإنهاء ملف المستشفى الاسترالي في منطقة تحرير، والذي سعته أكثر من 400 سرير. هذا المستشفى لو بالإمكان إنهاء ملفه بأسرع وقت يغنينا عن الكثير من المشاكل ويغنينا عن الكثير من المستشفيات الكرفانية. طالبات بتحسين البنى التحتية في محافظة ديالى مستمرة وباتت ضرورية، حيث أن وجود المستشفيات والمدارس الكرفانية قد يعيد سيناريو الأحداث في بغداد والناصرية. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.